استثنائية لشهر نوفمبر 2020 المنعقدة بتاريخ 5 نوفمبر 2020، حيث تم دراسة النقاط التالية: أولا، دراسة مشروع الميزانية برأس السنة المالية 2022 والمصادقة عليه. صادق المجلس الجماعي تيمونيل بإجماع أعضاء الحاضرين على مشروع الميزانية برأس السنة المالية 2022. ثانيا، تعيين ممثل المجلس الجماعي تيمونيل ونائبا له في حظيرة اللجنة الإدارية المكلفة لمراجعة اللوائح الانتخابية العامة. صادق المجلس الجماعي تيمونيل بأغلبية الأعضاء الحاضرين على مقرر النقطة المتعلقة بتعيين ممثل المجلس الجماعي تيمونيل ونائبا له في حظيرة اللجنة الإدارية مكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة على الشكل التالي: السيد حسن خاشون رئيس المجلس ممثل المجلس الجماعي تيمونيل بحضرة اللجنة المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة. السيد محمد عماري مستشار جماعي نائبا له تيمونيل بحضرة اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة. ثالثا، برمجة مداخيل ميزان التسيير المحققة لسنة 2020 من منتوج الملك الغابوي. صدق المجلس الجماعي تيمونيل بإجماع أعضائه الحاضرين على برمجة مداخيل من ميزان التسيير المحققة لسنة 2020 من منتوج الملك الغابوي على الشكل التالي: من الفصل 24-30 منتوج الملك الغابوي المتمثلة في المبلغ 384,594 درهم لفائدة الفصل 30-20-20-21 مستحقات إنارة عمومية